وثق أبو فلة لحظات بسيطة من توزيع تبرعات الحملة الخيرية الأخيرة تحت شعار لنجعل شتاءهم أدفأ من الأردن كأول وجهة لهم، ووعد المتابعين بالأقوى والأجمل لما هو قادم من فيديوهات ومفاجآت وحملات تانية. ليشق طريق لحلم الأكبر ولهو تحقيق 50 مليون مشترك على يوتيوب. ياسو تي بي فأجابت بستوريهات عن الانتقادات اللي وصلتها بخصوص شكلها وضعف وزنها. كتير بجيني كومنتات مثل هاد انه ياسو سمني، ياسو كيلي، ياسو انت كتير نحيفة. يا جماعة ترى الموضوع مو كبسة زر، يلا انا على كيف، يلا اسمن، يلا يلا ها اسمنت. الموضوع مو كيفي لما الانسان يكون عنده سوء تغذية ولا مشاكل بالاكل ولا مشاكل بالشهية ولا مشاكل بمعدته، ترى كتير صعب انه يزيد وزنه. يعني انتو شو حتفرق بحياتكم اذا انا كنت اسمينة ولا نحيفة؟ شو حيتغير؟ فيا ريت نبطل نتدخل بأشكال الناس، طولهم، عرضهم، وزنهم، وشهم، بشرتهم، ما بعرف شو. امتى حنخلص من هالقصص؟ عن جد امتى حنخلص من هالقصص؟ شاركت ماريانا غريب عدة صور حصرية وجديدة من نوعها مع المتابعين كأول مرة، من بينها صورة مع متابعة، وصورة مع إخواتها البنات ستيلا وكريستين، وصورة مع ابن أختها ستيلا اللي كانت حريصة على عدم إظهار وجهه. أما الشيء اللي لفت انتباه الجمهور كان إجابتها لسؤال متابع طلب صورة مع أبوها، وعلقت ماريانا بي: ما في صورة بتجمعني معه مع الأسف، مع العلم أنه أبوها متوفي قبل فترة قصيرة الله يرحمه. أبو الرب وفور عودته للأردن شارك ستوريهات أعلن فيها عن تحضيره لشغلات ومفاجآت جديدة رح يعلن عنها قريبا جدا. بس حاب أحكي لكم اللي قاعد بحضر أشياء خطيرة. أوه. رضا الوهابي يعيش لحظات صعبة جدا آخر يومين من بعد دخول والدته للمستشفى لإجراء عملية جراحية، طالبا من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل وطمأنهم بنجاح العملية بعد ساعات والحمد لله. بيسان اسماعيل وبيستوري مفاجأة على انستغرام علقت من خلاله بي: حبايبي أنا غايب عن اليوتيوب وعن كل شي وبعرف، بس بوعدكم بيسان راجعة بقوة ومحضرة شغلات رح تنصدموا منها، وعد رح خرب اليوتيوب قريبا جدا، دايما أنا بغيب وبرجع بقوة. أحمد النشيط متواصل بالإبداع ببرنامجه الجديد بعنوان احذر اليوتيوبر اللي عم يحقق نجاح كتير كبير، حيث كان كل من غيث مروان وأسامة مروى وبرهوم معراوي من بين ضيوف حلقاته السابقة، وصرح عن إمكانية أن تكون كل من قمر وبيسان وشيرين بيوتي كضيفات للحلقات القادمة. فشو رأيكم ببرنامج أحمد الجديد؟ نورمان رجع من جديد لتركيا وترك دبي قبل يومين، وعم يستغل اللحظات ليقضي أكثر وقت ممكن مع عائلته اللي اشتقلهم كتير من بعد ما غاب عنهم لفترة طويلة وقت تواجده بدبي. فشارك هالصورة على انستغرام اللي تجمعه بكل من أمه وأبوه، وعلق به: الله يجعل يومي قبل يومكم، أنتوا أحسن أب وأم بكل العالم، الله يخلي لياكم ويديمكم فوق راسي. وهلأ عم بيحضر حاله لعودته لفيديوهاته القوية على يوتيوب من تركيا. أما نور ستارز فأعلنت عن تحضيرها لمشروع مفاجآت جديدة فترة تواجدها بباريس، وعلقت به: مشروع كبير وسري، لازم وقت لحتى تعرفوا. ووصلتها عدة تخمينات من طرف الجمهور، كانت من بينها حفلة خطوبة، زواج، فيديو كليب لأغنية، فاشن ولبس، براند عطر باسم نور، شركة باسم نور، أو بتمثل بفيلم معين. وأجابت نور عن كل هالتخمينات والتساؤلات بإيموجي الأعين، حيث ضيع هالإيموجي كل الجمهور. فشو رأيكم أنتو؟ شو ممكن تكون مفاجأة نور ستارز من باريس؟